وينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي نايف الحربي. أهلا بك أستاذ نايف معنا في هذه النشرة. أبدأ معك أستاذ نايف. ديوان المظالم سوف يناقش استعمال الذكاء الاصطناعي في العملية القضائية، تتوقع تنجح هذه الفكرة، فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء؟ تفضل أستاذ نايف. بكل تأكيد ديوان المظالم من المؤسسات التي نجحت في توظيف التقنية لدعم تطور آليات عملها، تحسين أدائها القضائي، كذلك شهدت تطور ملحوظ حقيقة يعني، وهذا عززتها طبعا أرقام وإحصائيات موثوقة دلالة واضحة أن هناك تطور هائل يعني يشهده هذا القطاع العدلي بشكل عام خلال السنوات الماضية، وهذا التقدم انعكس على أداء ديوان المظالم، سرعة إنجاز الإنجاز شفنا كيف، انخفاض متوسط مدة الفصل في الدعاوي من تقريبا 427 يوم إلى 192 يوم 2018، وانخفاضها كذلك في 2019 من 160 يوم، بينما يعني عدد من الأعمال التي حقيقة يعني يقوم فيها حقيقة سريعة جدا. هذا مثل هذا النجاح حقيقة يعزز الثقة بتحقيق أهداف الرؤية لرؤية المملكة 2030 التي تصبو إليها القيادة لتكون واقع يسهم في تحسين جودة الحياة. نعم، أنت تحدثت عن نجاح هذه عن استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك دراسة تحدثت عن ثلاث أسباب تعيق استخدام الذكاء الاصطناعي. أول ضعف الثقة من الجمهور على هذا الاستخدام، وعدم توافر التشريعات المناسبة أيضا، وفقدان الجانب الإنساني بالرغم من توافر البنية التحتية للتنفيذ. رؤية المملكة 2030 يعني تعمل على يعني منع جميع المصدات، يعني أي مصد يأتي الرؤية، رؤية المملكة 2030 مرنة، رؤية حقيقة طموحة يعني، وبالفعل يعني مهما يعني حصل من معوقات صدقني التكنولوجيا دائما اللي هو الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين أداء المؤسسات، إنتاجيتها، أتمتة العمليات والمهام التي طبعا كانت تتطلب القوة البشرية. مهما أتيت من قوة بشرية لا يمكن أن يعني تنجح، لكن الذكاء الاصطناعي يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع، قدرته كذلك، هناك مزايا حقيقة يعني، وهذا ما يعني بإذن الله يمكن أن يساهم ويطور. اليوم الناس تستخدم الروبوتات اللي هو الذكاء الاصطناعي لفهم المشكلات حلها يعني، فأنا متأكد بإذن الله سيكون نجاح. نعم أنت ذكرت عن نجاح هذه المهمة، وأيضا من الممكن أنها تسرع بعض المعاملات، ولكن الحصول على أحكام تمتاز بالدقة، تتوقع أن الذكاء الاصطناعي سوف يصل إلى هذه الأحكام بدقة؟ طالما أنها وضعت من ضمن خطط ديوان المظالم، وعلى فكرة ديوان المظالم يعني استطلع آراء المستفيدين من الخدمة، كان له عدة استبيانات، وهو دائما يطلب ديوان المظالم يريد أن يواكب التطور المستمر والتجديد ولمخرجات العمل القضائي وفق يعني عمل يعني تحقيق. شفنا كيف العدل عندنا كيف تطور، يعني عندما ناقش هذا الاجتماع حقيقة من ضمنها استعمال الذكاء الاصطناعي في العملية القضائية والآليات المقترحة للاستفادة منه، وهذا بإذن الله سيتلائم مع بيئة العمل القضائي هنا في المملكة العربية السعودية. المملكة مثل ما ذكر ولي العهد يعني طموحنا عنان السماء، فصدقني سيكون هناك نجاح وسيبهر العالم هذا النجاح، ولكن دائما أي تقنية نستخدمه خاصة الذكاء الاصطناعي، يمكن أكثرنا نسمع بالذكاء الاصطناعي، هذه أنظمة وأجهزة تحاكي الذكاء البشري، لذلك هي تأتي بعمل الإنسان وبإذن الله ستحسن الأداء بإذن الله. ولكن أنا دخلت يعني حاولت أني آتي بمعلومات أكثر حول هذا الموضوع، أنا الآن أستاذ نايف يعني أعطيك بعض الـ 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 النقاط التي ذكرت حول الذكاء الاصطناعي. يعني أيضا دراسات حديثة أثبتت أن نسبة تحسس العاطفة في تقنية الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز 15%، ما أثبتت عدم حياديتها، وبالتالي يقولون غياب الروح القانون. ما رأيك؟ والله هذه طبعا يحتاج إلى قانوني كدراسة يعني، لكن دائما الدراسة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، وهل هي الدراسة محلية أو دولية أو فما، لكن أنا أقول دائما طالما أن عندنا الآن شبيه الإنسان اللي هي الذكاء الاصطناعي، صدقني الآن بدأ يسيطر على العالم، يعني الآن يهدف إلى أن يحل محل البشر، يهدف إلى تعزيز القدرات المساهمة حقيقة بشكل أكبر. أنا متأكد يعني مهما يعني يمكن في البدايات يكون يستخدم بنسبة بسيطة، لكن صدقني مع الزمن ومع الوقت
سيصبح يعني الذكاء الاصطناعي، وخاصه ان المملكه اليوم عندنا المملكه العربيه السعوديه اليوم ستعمل على الذكاء الاصطناعي. طيب الذكاء الاصطناعي هو من يفهم البيانات، هو ما هو شرط انه يكون قاضي مباشر ما، لكن سيكون له مزايا باذن الله. أي المزايا المزايا هذا استاذ نايف نتحدث عنها الان، هذه المزايا يعني من بعض مزاياه تقليل وقت اجراءات المتعاملين، انت مع هذا التقليل؟ انت تتصور الان يعني 427 يوم كان التقاضي يصل الى 427 يوم، ونحن نتحدث الان عن تقريبا 160 يوم. طيب اذا اتانا استغنينا عن جزء من البشر واستخدمنا الذكاء الاصطناعي، باذن الله اول شيء القضاة نفسهم سيتفرغون لاعمالهم الموكله لهم طبعا بما نسبه 90% بدل العمل الاداري اللي تشوفه اليوم منصب عليهم. وانا متاكد هذا يستهدف اول شيء باذن الله تقدم مذهل، يعني يستهدف تفريغ القضاء للعمل القضائي، يسهم في رفع جوده الاحكام القضائيه. مثل هذا النجاح باذن الله، وصدقني رؤيه المملكه 2030 اللي هو شفناه كيف هذا التحول الرقمي، وشفنا للدوله الان متوجهه باذن الله الى مثل هذا الذكاء الاصطناعي، وصدقني من نجاح الى نجاح باذن الله. الرؤيه تتحدث عن اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي، كل هذه الاهداف للرؤيه هم اليوم القضاة اليوم او ديوان المظالم اليوم صدقني سيعمل على هذه المبادرات، ولديه من الاجراءات ولديه حقيقه من التطوير. وصلت الفكره استاذ نايف؟ انا اعتذر ليس لدي وقت، كان معي نايف الحربي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك استاذ نايف على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل ايضا.